بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع علاقة الكالسيوم بالعظم. طبعا الموضوع ده موضوع صعب، وموضوع تقريبا ما حدش عارفه، وتقريبا كل كبار السن اللي بروحهم للعيادات او يتعالجوا خاصة عند اطباء العظام، مهما يكون الطبيب كبير او استاذ كبير او خبير او عالم او يكون بيديهم كالسيوم عشان العظم، يعني ده اللي هو عارفه وده اللي احنا اتعلمناه في كلية الطب. طبعا الكلام ده مش صح، الكلام ده غلط وبيضر اكتر ما ينفع، واحنا هنقوله في براءة الاختراع اللي حصلنا عليها من امريكا. طبعا دي مش البراءة الاولى، الحمد لله احنا عندنا عدد كبير من براءات الاختراعات الامريكية، ولكن البراءة دي مميزة في انها ان شاء الله يعني ايه فيها امراض اللي بتحصل في السن الكبير كلها بتحلها. فالبراءة دي، براءة الاختراع هذا، انا اثبتت فيها ان الكالسيوم زي ما هنشوف دلوقتي، الكالسيوم خطر جدا، وعملت نظريه جديده خطر جدا لكبار السن وبالذات الناس اللي عندهم هشاشه. يعني احنا بنكسر صنم النهارده، الهشاشه مش تديها كالسيوم. ليه؟ لان زي ما هنشرح الكالسيوم بيضر اكتر ما ينفع في مريض الهشاشه، يمكن يديه بس في شروط معينه هنفهمها في المحاضره دي. انما مريض هشاشه او مريض كبير في السن، واحد كبير في السن ونديله كالسيوم من غير ما نكون مطمئنين ان العظم بتاعه سليم، يعني لو العظم بتاعه سليم ما فيش مشكله، لكن العظم بتاعه فيه مشكله، يعني هي عنده، انا قلت النظريه دي ايه، البوند ريسيستنس تو كالسيوم ثيوري، يعني ايه العظم مقاوم للكالسيوم وهو ده سبب الهشاشه. العظم مقاوم للكالسيوم بالضبط بالضبط زي الانسولين ريسيستنس، نظريه الانسولين ريسيستنس. بس في نظريه الانسولين ريسيستنس اللي هو بتبقى سابقه للسكر، ده سابق للهشاشه. في السكر بيبقى عنده ريسيستنس لكل خلايا الجسم فبيعلى في الدم، انما الكالسيوم زي الحاله اللي عندنا ده ما بيبقاش عنده ريسيستنس للانسجه الرخوه كلها، فاي برشام بياخده بالفم هذا المريض ذو السن الكبير مش هيخش العظم زي ما احنا عارفين، ولكن هيروح للانسجه الرخوه، واول شيء هيروح له في الانسجه الرخوه صمامات القلب وعضله القلب نفسها والشرايين، ويعمل تصلب في الشرايين بيبوظ القلب والكلى والشرايين. ده كفايه قوي، يعني الحاجات دي مهم جدا، الكالسيوم نبقى في حذر كبير، وممكن حتى توريها لدكتورك، وبعدين دكتورك اللي انت هتوريها له تقول له دي براءه اختراع امريكيه ورقمها انا هحطه تحت. يعني احنا مش بنقول الكلام ده، احنا قلناه، يعني قلناه في امريكا في اكبر علماء العالم قلناها لهم، وطلع ان كلامنا هو اللي صح. يعني ده صنم كبير بيتكسر بالنسبه لايه. فبسرعه كده نقول ان البوند ريسيستنت ثيوري تو كالسيوم، يعني العظم يقاوم الكالسيوم. ده في برضه في هذا الموضوع طبعا دي صوره البراءه والمشاكل اللي بيعملها الكالسيوم في الجسم بس في السن الكبير. هو الكالسيوم مطلوب 20% 20% من وزن العظمة كالسيوم، يعني العظمة لو وزنها كيلو فيها 200 جرام كالسيوم، يعني كالسيوم 99% من العظام كالسيوم. بس مش معنى كده ان اديله كالسيوم او اديله كالسيوم في ظروف معينة زي ما احنا هنفهم في هذا الموضوع. طبعا انا دكتور مخترع، وزي ما احنا نشوف في المحاضرة في الشريحة القادمة. اللي حاصل هنا النظرية دي الميكانيكس، لان انا يعني ايه عندي باع كبير في الموليكولار ميكانيكس بتاع العظام والمفاصل، يعني عملت عدد كبير من براءات الاختراعات الامريكيه من امريكا، مش من دوله عربيه ولا من الهند مثلا او كذا، عشان يقولوا طب ما دكاتره هنود اللي يكشفوا عليها او دكاتره عرب او دكاتره، لا في امريكا الكلام ده معترف به في امريكا. فاللي حاصل ان العظمه عشان نشوفها ازاي، لو تصورنا ان دي هي العظمه، العظمه اللي حاصل ان هو الكالسيوم فيه، يعني يعني مش ما يعتبرش ميزه، صعب يدخل وسهل يخرج، يعني صعب يدخل، مش ده اللي ما يفهموش الطبيب بتاعك اللي هو دكتور العظام بتاعك اللي انت بتروح له، ويروح ايه عاطي لوالدك او والدتك الكبيره في السن يروح حاطط لك كالسيوم عشان العظم، زي ما احنا درسنا في كليه الطب ودرسنا غلط. الحقيقه ان العظمه بيبقى واقف على البوابه ثلاث هرمونات، يعني هرمون اسمه كالسيوتينين وبارا هرمون وفيتامين د، اثنين بيدخلوا وواحد بيخرج الكالسيوم من العظمه.
فبيدخل في حدود معينه الكالسيوم ده، لان احنا هنتكلم عن فيتامين د ده باستفاضه بعدين. فدول ثابتين تقريبا، انما ده مش ثابت اللي هو فيتامين د. فيتامين د ممكن يدخل وممكن يخرج لو زاد، يعني بزيادته بيخرج. فالمهم هو في الحاله الطبيعيه بيدخل، ففي بوابه الكالسيوم لازم يمر على هذه البوابه. يعني الكالسيوم ما يقدرش الدكتور بتاعك يدي لك البرشامه، البرشامه دي عشان العظم يتحسن يا حاج، فتاخد العظم الكالسيوم مش هيروح للعظمه، لان في بوابه، في زي ما حاجز امني. هذا الحاجز بيفحص الورق بتاعه، ممكن يدخله ممكن لا. يعني لو ان الكالسيوم كان كتير هيشد الكالسيوم من العظم ويطلعه بره، اللي هو في التوكسيسيتي. لو ان الكالسيوم قليل هيدخل ولكن على قليل، او ما يدخلش خالص على حسب نسبه نقص فيتامين د. ففيتامين د متغير، الاثنين دول الى حد ما ثابتين، ففي حاجز امن هنا بيخلي الكالسيوم يخش او ما يخشش. انما سهل جدا الكالسيوم، لان الكالسيوم هنا لما نتكلم داخل العظمه بيحصل ايه، الكالسيوم سهل جدا يخرج، يعني صعب يدخل سهل يخرج. دي اللي دكتورك اللي هو بيدي كالسيوم لواحد سن كبير مش فاهم الكلام ده. في حاجتين مهمين في العظمه، الفيرشوال جيت، انا سميتها زي في البراءه اسمها الفيرشوال جيت. الفيرشوال هي بوابه افتراضيه، هي مش بوابه ولكن انا سميتها بوابه الافتراضيه، وسميت هنا في العظم انترنال بون ماشينري. انترنال بون ماشينري يعني ايه؟ انترنال بون ماشينري تصورت ان هو في ماكينه في العظم وهي كولاجين. هذه الماكينه اذا كان فانكشنال، الكولاجين بتاعنا فانكشنال، فان الكالسيوم هيقدر يستقر زي ما احنا هنعرف. ان ما كانش فانكشنال الكالسيوم هيخش، ما يلاقلوش مكان، يعني بتامر، ما لقلوش مكان الكالسيوم بيخرج على طول، يعني يخرج يخرج فيه هيعمل لنا مصيبه. هذا لو خرج وما هيعلاش في الدم، ليه؟ هيروح للانسجه الرخوه، صمامات القلب وعضله القلب والشرايين، يعمل فيها تصلب في الشرايين، والكلى يعمل لنا ايه؟ رينال فيلير ولا اعوذ بالله. فلازم نبقى فاهمين هذا الكلام. انما ممكن نديه بس بظروف معينه طبعا، ما ده بالنسبه للشريحه دي. ايه الانترنال بون ماشينري؟ الانترنال بون ماشينري بنقول فيه ان الكالس دي يمكن الحته اللي الدكتور بتاعك مش فاهمها، لان احنا اللي اكتشفنا هذا واتكلمنا عليه. يعني لو قلت له مثلا زيرو هول في البون، يعني ايه؟ ما اعرفش. زيرو تشانل دي ترتيب العظام داخل جسم الانسان بيبقى بالشكل ده تقريبا. هم كانوا بيدوه لنا بطريقه تانية، يقول لك البون كانسلس وكورتيكال و و و، ولكن ده تحت الميكروسكوب الالكتروني بعد دراسات مستفيضه وجدنا ان الكولاجين في العظم بيبقى مرتب بهذا الشكل. في حاجه اسمها الجاب زون والاوفرلابنج زون. الاوفرلابنج زون حوالي 27 نانو، والجاب زون حوالي 40 نانو، والشريط ده اهو شرايط الكولاجين بيخش فيها الكالسيوم في نقاط معينه. يعني الكولاجين بيبقى ثلاث شرايط زي ما احنا شايفين كده، هذه الثلاث شرايط بتبقى ايه؟ ملفوفه على بعض زي ما زي كده زي كده. هذه الثلاث شرايط بتبقى ثلاث شرايط، كل شريط حوالي 1050 حمض اميني. هذه ال 1050 حمض اميني بيكونوا ده جزء الكولاجين، طوله زي ما احنا شايفين كده 300 نانو 300 نانو. انما الجزء الفايبريل اللي هو اهو كله بيبقى طوله، يعني الفايبريل ده بيبقى حوالي 1000 مره، يعني 300 مايكرون 300 مايكرون، ده بالنانو وده بالمايكرون. مايكرون يعني ايه؟ 1000 مره من ده، يعني ده اهو بيبقى قده 1000 مره، يعني 1000 مره من هذا الكولاجين. الكولاجين ده اهو هو الانترنال بون ماشينري، هو ده اهو اللي بيخلي الكالسيوم يثبت لو كان فانكشنال. فانكشنال يعني ايه؟ في السن الكبير بتيجي تلزق هنا اهو حبيبات الجلوكوز، بتنزع منه الكبريت. الكبريت انا بحتاجه فين؟ في الاظافر وفي الشعر وفي الانسولين اللي بتصنع عندي في الانسان الطبيعي. ففي السن الكبير بينقص عنصر اسمه الكبريت، ساعه ما ينقص على طول يحتل مكانه. ودي النظريه بتاعتنا في البراءه، في هذه البراءه، في هذه البراءه، هذه النظريه اللي احنا عملناها، ان ساعه ما نقص جزيء الكبريت على طول دخل معاه كانوا جزيء الجلوكوز وبيتحد نون انزيماتيك، مش محتاج انزيم عشان يخش ويلزق على طول. الكولاجين ده ديسفانكشنال، ما عادش يشتغل، ما عادش يصنع الكراسي اللي هي الاماكن ده، الكراسي اللي بيركب عليها الكالسيوم. في الحاله دي الحاله الطبيعيه بيجي الكالسيوم يخش من الفيرشوال جيت اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي بتتكون من كالسيوتينين وباراثورمون وفيتامين د، بيخش. اذا دخل هيلاقي كراسي يقعد عليها، بيخش من الحته دي ويطلع بالتدريج كده.
ما لقاش كرسي بخرج، يعني ما لقاش كرسي يقعد عليه بخرج، متأمر يعني. فالحال فعشان كده الكالسيوم عشان يثبت محتاج لمين؟ محتاج، ده بالتبسيط يعني، محتاج لفانكشنال كولاجين. دي مهمة جدا، ويمكن دكتورك العظام ما يعرفش هذا الكلام عشان كده ايه. طيب الكولاجين اللي هو ده اهو زي ما احنا شايفينه كده، ده الكولاجين في الحالة العادية من غير ما يتضغط. ساعة ما يحصل له ميكانيكال ستريس، يعني يتضغط لما انا بجري او بقف او بعمل اي مجهود، ودي النظريه اللي احنا اكتشفناها، بيحصل كونفورميشن. كونفورميشن يعني يتضغط، يعني يتنى شويه. لو كان فانكشنال، لو كان في جلوكوز ما يحصلش هذا الموضوع. فلو حصل زي ما احنا شايفين كده، اتنى شويه كده، هيبقى في ناحيه بوزيتيف وناحيه نيجاتيف، ناحيه موجبه وناحيه سالبه، يعني عمل لي فرق جهد. هذا فرق الجهد هو القادر على حث خلايا البنيه للعظام، ولما يحث خلايا البنيه للعظام في ماده معينه في الدواء بتاعنا اللي احنا عملناه، هو اللي بيساعد في هذا الموضوع، بيخلي الخلايا البنيه للعظام تطلع فيزيكال، يعني تطلع حويصلات. هذه الحويصلات بتطلع بروتين معين اسمه فوسفيت بايندينج بروتين، هي دي الكراسي بقى اللي هيمسك عليها الكالسيوم بعد كده، وحويصلات تانية فوسفين. الحويصلات دي طالما هي موجودة في داخل الأوستيوبلاست، طالما هي داخل، على فكرة الكلام ده لو قلتوا له دكاترتكم العظام هيستفيدوا جدا، يعني هيستفيدوا جدا، لأن ما يعرفوش، وإحنا ما درسناهوش في الكلية ومش مكتوب هذا الكلام إلا في البراءة الأمريكية دي، يعني هذا الكلام لا يوجد في العالم كله غير في البراءة الأمريكية دي. طبعا لو قال لك الكلام ده صحيح ولا لا، دي براءة أمريكية، ما يقدرش يقولها أكبر دكتور في أمريكا يقول لك إن ده مش صحيح، يعني أكبر دكتور في أمريكا ما يقدرش يقول هذا الكلام، لان احنا بنقول الكلام ده لناس يعني. المهم الفوسفيت بايندينج بروتين اللي هو البروتين اللي بيمسك الفوسفيت ده اربع انواع، حاجه اسمها سيالو بروتين، اوستيوبونتين، اوستيونكتين، اوستيوكالسين. هذه الاربع انواع بتبقى ساعه ما تخرج من الحويصله بتبقى بالشكل ده، ويبقى فيها تقدر تمسك الفوسفيت، تقدر تمسك الفوسفيت هنا، فيركبوا على بعض ويكونوا ايه؟ يعني الفوسفيت بايندينج بروتين مع الفوسفيت، ويبقى في اشاره سلبه. يجي الكالسيوم، هي دي الكرسي اللي بيركب عليها، يبقى الكالسيوم مسك في الايه؟ في الفوسفيت بايندنج بروتين، ومع الايه؟ مع الفوسفيت، ويمسك في الكالسيوم، هي ده الكرسي اللي بيقعد عليه. يبقى بالظبط كده الدم في الكالسيوم دخل عن طريق الفيرشوال جيت، البوابه او الحاجز الامني، ده سمح لو فيتامين د كويس سمح له بالدخول في حدود معينه، في حدود عاليه ثانيه لا ما يدخلش، يخرج بره، فسمح بالدخول. دخل الكالسيوم هيلاقي قدامه الايه؟ الكراسي اللي هي ايه؟ الفوسفيت بايندنج بروتين، يروح راكب عليه. في الحاله دي العظمه تبقى قويه وتمام و فالكالسيوم هم في العظمه، بس في ظروف معينه ان الاساس المقاول للبناء هو مين؟ الكولاجين. الكولاجين اللي داخل العظام اللي بيشكل حوالي 28% من تركيبه العظام. هذا الشيء لم يقل لنا في كليه الطب ابدا. هذا الشيء احنا كنا بنبص في كليه الطب على هذا الشيء بس. حتى الهشاشه لما بتيجي نفحصها، جهاز الهشاشه اللي موجود الحين بينظر لهذا الجزء من العظام فقط، يعني بينظر للجزء السيراميكي، انا سميت هذا الجزء السيراميكي من العظام، ولم ينظر لهذا الكولاجين اللي هو بيشكل كام؟ 28%، وما بينظرش للميه اللي بتشكل 22% من تركيبه العظمه، يعني نص العظم جهاز الهشاشه ما شافوش، شاف بس 50% اللي هو الايه؟ الابيتيت اللي موجود بتاع العظمه. طيب بعد كده بنتكلم على موضوع مهم جدا، احنا بقى هنقعد ننقض النظام القديم والكلام اللي احنا اتعلمناه في كليه الطب والكلام اللي الدكاتره اللي عارفينه وما نعملش شيء جديد؟ لا، احنا عملنا ببراءه الاختراع بتاعتنا، عملنا قلنا ان الطرق الصحيحه للعلاج هي الحاجات دي. ندي كالسيوم سبلمنت بس في ظروف معينه هنقولها دلوقتي. نمرة اتنين، ندي مغنيسيوم سبلمنت وده مفيد جدا جدا زي ما هنقوله. ندي فيتامين د سبلمنت في ظروف معينه برضه. ندي فيتامين كاف اتنين وده هنتكلم عليه، ده شيء جديد. الحمد لله كنا احنا اول ناس نقول هذا الموضوع، وهذا هذا الفيتامين بقى من في 2020، يعني احنا عاملين براءه في 2013، في 2020 و19 بداوا يتكلموا على هذا الموضوع، يعني كتير في كليات الطب وفي امريكا و يمكن لسه ما نزلش الخليج ولا ما يعرفوش عنه حاجه الفيتامين كاف 2 ده، فلسه او قليل اللي يعرف عنه.
بيشتغل ازاي، بس احنا هنقول بيشتغل ازاي بالتفصيل زي ما قلناها في البراءه. بعد كده بنتكلم على الكولاجين سبلمنتيشن، ودي كذبه كبيره، يعني كل اللي يقول لك ده كولاجين انا باخد، دي كذبه كبيره كبيره كبيره. وبعدين الباتنت بتاعنا، براءه الاختراع بتاعتنا اللي هي 980-19-05، اللي هي الدواء اللي هو اللي احنا صنعناه ده، هو ده البراءة بتاعتنا. ده طبعا موجود في الامازون. احنا هنقول الدواء بتاعنا ده لو تعطيه ممكن تدي الحاجات التانية دي، بس مش كولاجين زي ما هنقول بالتفصيل في الايه في البرزنتيشن اللي احنا بنقول. الكالسيوم سبلمنت، اول شيء الكالسيوم الشخص الطبيعي اهو بيحتاج، الشخص الطبيعي فوق سن الأربعين بيحتاج حوالي 1000 ملي جرام، يعني 1 جرام في اليوم. طب هو الكالسيوم مهم اهو؟ لا، الشخص الطبيعي فوق سن الأربعين بيحتاج 1 جرام، بس باخده ازاي؟ المفروض ان الكالسيوم انا باخده في اما اجي اخده من مصادره الغذائيه اللي هي ايه؟ بيض، سمك، لبن. بيض، سمك، لبن. لبن يعني منتجات البان، مش لبن بس، يعني لبن، حليب، جبنه، اي حاجه من دي. فايه؟ بيض كويس، مصدر كويس جدا، وسمك، اسماك، اي نوع من الاسماك، ومصادر الالبان دي افضل حاجه. حاجه تانية، الخضروات الورقيه اللي هي ايه، الخضروات الورقيه دي بتبقى برضو فيها كالسيوم بنسبه كويسه. المهم في هذا الموضوع ان هذه الحاجات اللي ربنا خلقها بيبقى الكالسيوم فيها بيولوجيكال. بيولوجيكال يعني ايه؟ كالسيوم بايكربونات، ده دايب وسهل الامتصاص والجسم عارفه. يعني لو ربنا خلقه، الكالسيوم اللي ربنا خلقه بيبقى كالسيوم بايكربونات. اللي بتوع الكيمياء هيعرفوا ان البايكربونات بتدوب، الكربونات ما بتدوبش. فاللي حاصل ان ده كالسيوم بايكربونات، بس شركات الادواء ما تعرفش تصنع هذا الشيء. فاللي هي هو حاصل ان هو ايه، بيستخدمه زي ما احنا بنقول كده اللي هو ايه، الكالسيوم كربونات، كالسيوم سيترات اللي هنقوله الحين. طيب السبلمنت في بالنسبه لايه، الكالسيوم كربونات، الكالسيوم كربونات ده ما بيدوبش. ده بيجي منين؟ من الطوب، من الجرانيت. يعني بيجي هذا اول نوع ده اللي بتلاقي في لما تجيب بتاع الدواء كده وبامفلت وتقرا هتلاقي ايه، كالسيوم بيكربونات. كالسيوم كربونات مش بايكربونات، بايكربونات اللي ربنا خلقه، انها ده كالسيوم كربونات اللي هو موجود في الحجاره، بياخدوه من الحجاره ويطلعوا منها الكالسيوم، وفعلا ممكن يفيد. بس ده هو اهم كلمه فيه، نوت بايولوجيكال، يعني ما هوش الجسم مش عارفه، الجسم مش عارفه وما بيدوبش ولا امتصاصه صعب. ليه؟ لانه جاي من الحجاره، هو ده الكالسيوم كربونات. طب ليه بيدوه؟ لان الكالسيوم اليمنت فيه 40%، يعني ده اعلى نسبه. الكالسيوم سيترات ده النوع الثاني، الكالسيوم سيترات بيدوب احسن، يعني هو افضل من الكربونات، بس نسبته عيبه، نسبته الكالسيوم فيه حوالي 21%، فده احسن شويه، يعني افضل شويه. طبعا الافضل خالص اللي هو ايه، الكالسيوم اللي احنا بنقول عليه اللي ربنا خلقه زي ما قلنا من شويه. بعد كده بنتكلم على الكالسيوم لاكتيت، الكالسيوم لاكتيت بيبقى نسبته الكالسيوم فيه حوالي 13%، الكالسيوم جلوكونات يعني ده 9%. فهو احنا عندنا اربع انواع من الكالسيوم، كالسيوم كربونات اللي هو موجود في كادويه، كادويه تروح لدكتور العظام بتاعك ودكتور العظام يروح ايه كاتب للحاجه عشان ايه العظم بتاعها، بيبقى فيه كالسيوم كربونات او كالسيوم سيترات او كالسيوم جلوكونات او كالسيوم لاكتيت. طبعا الانواع ده اهي هتترسب في الشرايين وفي صمامات القلب وفي الكلى اذا ما كانش الكولاجين فانكشنال. فلازم نتاكد ان المريض ده ما عندوش هشاشه او الكولاجين فانكشنال، هيبقى فانكشنال ازاي زي ما احنا هنقول الحين. طيب زي ما قلنا هنا الكالسيوم عشان يخش لازم يمر على البوابه الافتراضيه ده اهي اللي هو الكالسيتونين، الباراثورمون هورمون، هرمون بيجار الغده الدرقيه او وده من الغده الدرقيه اسمه كالسيتونين، وده هو الفيتامين د اذا كان مظبوط فممكن يسمح للكالسيوم بالدخول. ولكن الكالسيوم ما لقاش كرسي على طول بيخرج، فهو هنا زي ما قلنا كده دخل من البوابه الافتراضيه. ساعه ما دخل من البوابه الافتراضيه الكالسيوم في حاله الهشاشه، في حاله الهشاشه الكولاجين ديسفانكشن. ديسفانكشن يعني ايه؟ يعني الكولاجين ده هو اللي هو الحلقه اهي زي ما احنا شايفين اللي هو بيربز الاحمر ده، هو الكولاجين ده هو في حتت جلوكوز اهي الزرقاء دي، في حتت جلوكوز. في الحاله دي يجي الكالسيوم ما يلاقيش كراسي، الكراسي اللي احنا كنا شايفينها بتيجي في الزيرو هون والزيرو تشانل، الزيرو تشانل بتبقى مايله على فكره كده، بتبقى مايله كده.
يعني ما بتبقاش ايه لا بتبقى مايله كده، عشان لو حد دخل على الميكروسكوبات الالكترونيه وشاف الكلام اللي احنا بنقوله ده هيلاقي الكلام ده. فبالزيرو هول اللي هو 40 نانو والزيرو شانل، ويروح خارج من العظمه تاني اهو، دخل وخرج، ويروح راح فين بقى؟ راح هنا اهو، القلب، الشرايين، الكلى، التندونز. التندونز يعني ايه؟ يروح يعمل مشاكل في الاوتار، يعمل لك مشاكل في الكتف، يقول لها مشاكل في الاوتار، وفي مشاكل في الاربطه، مشاكل في الكبسول بتاعت المفاصل، فيعمل لك مشاكل في كل حته. يعني الكالسيوم ده مشكله كبيره اذا ما اتعطاش في وجود الكراسي اللي احنا بنقول سببها الفانكشنال كولاجين اللي هو هيبني الكراسي اللي يقعد عليها ايه؟ الكالسيوم. طيب تاني نوع من تاني شيء من طرق العلاج المغنيسيوم. المغنيسيوم عشان نتكلم عليه هنا اهو، ده هو عنصر، يعني في كتاب احنا كاتبين الكلام ده في 2013 زي ما قلنا، في كتاب صدر في امريكا في 2018 تقريبا اتكلم عن المغنيسيوم ميريكل. المغنيسيوم ده ناقص عند معظم الناس، يعني الامريكان كشعب امريكي كناس عندهم ستاتستيك كناس عندهم 50% عندهم نقص، بس صعب قياسه. ف 50% عندهم نقص في المغنيسيوم. بيظهر عليك ازاي المغنيسيوم؟ يجي لك ضغط او يجي لك امساك مزمن. يعني حاجه ثانيه ميزه كبيره في هذا المغنيسيوم كعموما مش للعظم، المغنيسيوم مطلوب في 300 انزيم لجسم الانسان، يعني 300 انزيم في جسم الانسان مطلوب لهم هذا المغنيسيوم. هذا المغنيسيوم ما فيش منه توكسيسيتي. ليه؟ غالبا يعني مش ما فيش منه توكسيسيتي، ما جيش اخد علبه زي دي واشربها كلها واقول ما جاليش توكسيسيتي، لا. هو الانسان محتاج حوالي 320 ملي جرام في اليوم، بس الانسان اللي بياخد المغنيسيوم ده هو بنسبه معينه، يعني 320 زودها ربعيه مش فاهم، مش مهم، مش قضيه. يعني في ميزه مهمه جدا بياخدوا لي الامساك المزمن. لو عندك امساك مزمن او عندك ضغط يبقى اكيد عندك نقص مغنيسيوم. المغنيسيوم ساعه ما يبقى عندك ساعه ما يزيد، يعني جرعته زادت، في حاجه حلوه قوي ان هو بينزل في الفضلات. يعني يتاخد الجسم ياخد حاجته الباقي ينزل في الفضلات، يعمل لك اسهال فما يزيدش، فهو بيتحكم في نفسه. يعني دي ميزه تانية غير الكالسيوم. طيب هل معنى كده المغنيسيوم بقى ما دخلش عن طريق البوابه الافتراضيه؟ لا، لوحده دخل على طول، مش ليش بوابه افتراضيه، فدي ميزه تانية في المغنيسيوم. طيب المغنيسيوم ما يحتاجش كرسي يقعد عليه، يعني يجي بين كرسيين ويروح ماسك فيهم. يعني المغنيسيوم اهو بيجي على ايه؟ كرسيين اهو، فوسفات وفوسفات، واروح يعني انا اجي حفله الكالسيوم، لو دخل الحفله ما لقاش كرسي يقعد عليه يروح خارج. المغنيسيوم بيجي ساعه ما يخش الحفله ما يلاقوش كرسي، هو ما لو حتى لقى كرسي ما يقعدش عليه، لو يروح جاي بين كرسيين ويروح واقف وماسك من هنا ومن هنا، فبيمسك في اثنين فوسفات. ده طريقته، يعني عشان ده تبسيط بس. طبعا الاثنين فوسفات دول موجود في الدي ان اي والاي تي بي والبون ابيتيت والسلمبرين، مش موجود بس في العظم، لا، يعني عشان كده بنقول مطلوب في 300 انزيم. فده ميزه المغنيسيوم. طب عيبه؟ ما هو لازم نقول الميزات والعيوب. المغنيسيوم فيه مشكله كبيره ان هو ايه؟ بيشكل يعني 3 من 10% من العظام. الكالسيوم بيشكل 20%، يعني الكالسيوم 60 مرة قد المغنيسيوم، 60 مرة قد فما يقدرش المغنيسيوم يملى العظم كله زي ما الكالسيوم بيملاه، يعني دي عيب المغنيسيوم. فهو ولكن ساعة ما بيتاخد بيبقى مفيد للقلب، بيفيد للشرايين، بيفيد للعظام، بيفيد مفيد في كل شيء، ولكن في العظام بيقويها، ولكن ليه نسبة، يعني هو زي ايه؟ أقلية في دولة، ما يقدرش يشكل الحكومة، ولكن يقدر ايه؟ يساعد في الانتخابات، يوجهها شوية، بس ما يقدرش هو اللي الحكومة الأساسية، لأن نسبته قليلة جدا في العظام بالنسبة، يعني هو يعتبر العنصر الثاني، بس في فرق كبير بينه وبين الكالسيوم. الكالسيوم 20%، المغنيسيوم 3 من 10%، يعني 60 مرة فرق. فهو ايه؟ ده العيب بتاعه، بس بناخده عشان ايه؟ هو بيقوي العظمة وهو ايه؟ طيب هنا هنتكلم عن فيتامين د، هنا بنتكلم عن فيتامين د. بالنسبه لفيتامين د، فيتامين د طبعا ايه؟ مهم جدا. ده مش فيتامين بس، ده فيتامين وهرمون، واحنا قلنا كمان اثبتنا في البراءه ان هو ترانسكريبشن فاكتور، يعني بيشتغل على الجينات، يعني مش بس فيتامين، هو فيتامين
لانه معروف من زمان انه هو فيتامين، الفيتامينات اللي وهو هرمون، لان الانسان يقدر يصنع، يعني يتعرض للشمس ويصنع، وفي نفس الوقت ترانسكريبشن فاكتور لانه بيشتغل على الدي ان ايه داخل يعني الريسبتور بتاعته اللي هي الفي دي ار موجوده في قلب نواه الخليه، يعني على الدي ان ايه على طول. فالفيتامين د ده فات سولوبل فيتامين، يعني ايه؟ موجود في الدهون، في الدهون الحيوانيه اللي الناس بتقول لك الدهون وحشه، الدهون سيئه، الدهون بتعمل جلطات، الدهون الناس اللي متخرجين من 500 سنه دول. فايه الفيتامين ده الحاجات الدهنيه بتاعت الدهن الحيواني، يعني زي الزبده مثلا دي غنيه بالفيتامين ده. ففيتامين د موجود في الدهون او جلده الفرخه او اللحمه اللي موجوده في قلب الحته البيضاء اللي في قلب اللحمه بيبقى فيها فيتامين د. ففيتامين د ده مهم في هذه الاشياء، والناس كلها عندها نقص عشان ما بياكلوش الدهون. طيب طب المزايا بتاعته برضو بنتكلم عليه، ان هي ايه؟ مزايا للجسم كله، للمناعه، للصحه العامه، لكل شيء. طيب هل نبلبع فيتامين د، يعني انا اخد علبه كده واخد منها زي ما انا عايز وما يحصلش مشاكل؟ لا، في مستوى لازم عشان تبقى عارفه، لازم يبقى ايه، تقيسه. قياسه سهل، انك في المعمل وبيعرفوه على طول، من 50 ل 70 نانو جرام ده طبيعي، من 70 ل 100 ده بنفضله في امراض القلب والناس اللي عندهم لا قدر الله سرطانات. بالنسبه لي اكتر من 100 نانو جرام برليتر يعني بيبقى توكسيك ليفل. توكسيك ليفل بعكس زي ما قلنا، بيدخل العظم يسحب الكالسيوم من العظم، يعني لو زاد البوابه الافتراضيه كالسيتون باراثورمون هرمون فيتامين دي، اذا زاد فيتامين د هيطلع الكالسيوم من العظم مش هيدخله، يعني زي ما احنا شايفين كده في الشريحه دي، دي الكالس دي فيتامين د اهو، دي البوابه الافتراضيه اللي احنا قلنا عليها، لو ده 50 نانو هيبقى الايه العظم هيسمح للكالسيوم بالدخول فيخش الكالسيوم. طبعا ما بنتكلمش الوقت على الانترنال بون، بنتكلم بس على البوابه الافتراضيه ودور فيتامين د. طيب ده لو فيتامين د قليل اقل من 50 مللي جرام هيسمح بالدخول ولكن قليل، فالعظمه هتهش. هنا لو كل فيتامين د بقى طبيعي، بقى قد ده وقد ده وبقى طبيعي، يعني السهم ده صغير ده ديفيشنسي، ده طبيعي، يعني من 50 ل 70 نانو جرام لليتر هيخش الكالسيوم وهيخش كويس، ده الحاله الطبيعيه. طيب هنا بقى الحاله الغير طبيعيه، فيتامين د واحد قاعد يبلبع فيتامين د وما بيقيسوش وحصل له فيتامين دي اكسس اكتر من 100 نانو جرام بير ليتر، هيروح ساحب الكالسيوم من الايه؟ من العظم، هيروح ساحب الكالسيوم من العظم. طيب نيجي للشرحه اللي بعدها عشان ما نطولش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فيتامين كاف 2. فيتامين كاف 2 طبعا فيتامين كاف 2 بالنسبه لنا هنا هي بنقول ان فيتامين كاف 2 مهم جدا، في انه لو شفناه هنا فيتامين كاف 2 بيبقى بالشكل يعني تحت بيبقى زي المثلث كده، يجي يركب على ام جالا بروتين، بروتين معين في موجود في الجسم بنسبه كبيره يعني. فهو بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل سحر، ان هو بيروح متحول ام جالا بروتين لخمسه سايت للكالسيوم، خمسه سايت للكالسيوم، هذه الخمسه سايت للكالسيوم بتروح قادره على انها تسحب الكالسيوم من الشرايين، واحد في سايت 2 وسايت 37 وسايت 41 وسايت 48 وسايت 53، خمسه سايتس قادره على انها تشيل الكالسيوم في خمسه نقط، هذه الخمس نقط بتروح نقله الكالسيوم من القلب والشرايين والمفاصل الغضاريف يعني والاربطه، الحاجات اللي فيها كالسيوم، الكالسيوم المفروض ما يكونش موجود الا في العظم بس، عظم واسنان يعني، والاسنان حاجه بسيطه يعني حاجه بالنسبه لجسم الانسان حاجه تافهه، فالحاصل ان هو ايه بالنسبه للحجم يعني حاجه تافهه بالنسبه للحجم، فهو المفروض ينقل الكالسيوم من الانسجه الرخوه يرجع العظم تاني. طب ده بيعمل ايه؟ كل الانسجه الرخوه تتحسن والعظم يتحسن، فده سحر. احنا اتكلمنا عليه من 2013 وبدأوا الناس يتكلموا عليه في امريكا دلوقتي، وانصح الناس انهم يبداوا يجيبوه ان شاء الله ويستخدموه. طيب بالنسبه لهودا لايف اخر حاجه بقى اللي هو الايه؟ براءه الاختراع الامريكيه بتاعتنا دي، احنا بنستخدم فيها ايه؟ بنستخدم فيها اللي هو هودا لايف، البراءه بتاعتنا
طبعا هذا بيبقى فيه اربع مكونات اساسيه: الفا لبويك، تورين، ام اس ام، ولايسين. هذه المواد اللي هي بتاعت هوبالايف، هذه المواد موجوده فين؟ ما هو موجود في امازون كندا هذا الدواء، ها، وهذا المكمل بيبقى الالفا لبويك. ده ديسفانكشنال كولاجين، يعني كولاجين اهو، الكولاجين لو تصورنا الحته الحمراء دي اهو، وبعدين ايه؟ ماسك فيه هنا حبيبات الجلوكوز. فده المريض الهشاشه او العظمه يعني سيء. فسميته هنا في البراءه جلايكيتد كولاجين، يعني كولاجين ماسك فيه جلوكوز. الالفا لبويك هو المسؤول عن انه ايه؟ ينزع هذه الجلوكوز ويرجعه فانكشنال تاني. لو بقى الكولاجين فانكشنال يبني الكراسي اللي هي الكراسي اللي يتبنى عليها الايه؟ اللي يجي يركب عليها الايه؟ الكالسيوم. فالفوسفيت اهو بين الكراسي، الكراسي جاي دخل على الكالسيوم، اتكلس بقى العظمه ده تمام وقوي وزي الفل ان شاء الله. ماشي؟ طيب بالنسبه دي دي دي, دي يعني مش مهمه قوي للناس العاديه، بنشرح فيها كنا شارحين فيها ازاي الالفا لبويك يعني ايه يمنع الالتهابات في الجسم، فايه ده شرح يعني ممكن للاطباء ممكن. هنا بالنسبه للشرحين احنا للتورين. التورين اللي هو العنصر الثاني بيعمل ميزتين مهمين جدا. هنا بيساعد، احنا بنقول هنا فيزيكال في الايه؟ في الاوستيوبلاس. في نوعين من الفيزيكال، على فكره الفيزيكال دي داخل الاوستيوبلاس ما بتلتحمش ببعض. هم عندهم شرح كبير انهم يتحدوا ببعض، بس جوه الاوستيوبلاس ما يقدروش يتحدوا. ساعه ما يخرجهم ممكن يتحدوا زي ما هو حصل كده. فهي دي فيزيكال مليانه فوسفيت بايندنج بروتين اللي هي ايه؟ الاربع انواع اللي احنا قلنا عليهم اللي هو سيالو بروتين، اوستيوبونتين، اوستيونكتين، اوستيوكالسين. هذه الاربع انواع من البروتين وهذا الفوسفات، فيجوا يركبوا على بعض كونوا لنا الكرسي بتاع الكالسيوم، يجي الكالسيوم يركب عليه عمل لنا الايه؟ الساكريفيشال بوند. ودي اول بفضل الله اول ما نتكلم عن الساكريفيشال بوند دي في العالم كله كنا احنا، ومش لازم نقول هنا جت منين الاول، بس ايه دي الساكريفيشال بوند؟ دي الساكريفيشال بوند بتبقى عباره عن ايه؟ مرونه في العظمه، يعني العظمه هذه درجه من درجات المرونه تحت الميكانيكال ستريس. هذه المرونه بتخلي العظمه مرنه شويه، هي دي اللي بيحميها من الكسر. يعني بتشيل 75% من الاستريس اللي على العظمه بيشيله الايه؟ الساكريفيشال بوند دي اللي احنا اكتشفناها. طب بعد كده التورين فيه ميزه مهمه جدا كانتي ايجنج مش للعظم، ان هو ايه؟ لو تصورنا اللي هي الميتوكوندريا، وتصورنا الميتوكوندريا الغشاء الداخلي وجدنا عليه حاجه اسمها ام سي يو. ام سي يو اللي هو اسمه ميتوكوندريا الكالسيوم يونيبورت. الكالسيوم بيجي من حاجه اسمها الاندوبلازم ريتيكولوم اللي هو الغشاء داخل الخليه، قريب من النواه وقريب ماسك في السيل ميمبرين. المهم بيجي دخل الكالسيوم على الميتوكوندريا، لو دخل الكالسيوم على الميتوكوندريا بيبوظها. مين اللي بيوقف له؟ التورين يقفل هذا البورت، الميتوكوندريا الكالسيوم يونيبورت بيقفل هذا البورت. اللي بيفتحه هنا هنتكلم ان شاء الله عن الايه؟ العنصر الثالث وهو الام اس ام اللي هو ميثايل سلفانيل ميثيل. ده عنصر يعني من ناس كتير تعرف عنه، بس اللي احنا بنقوله عليه ان هو ايه؟ قادر على بناء العظم بنظريه جديده، ان هو ايه؟ بيحث الاستمسل الخلايا الجذعيه عن طريق حاجه اسمها رونكس 2. دي لنا فيها عده براءات اختراع في العنصر ده. فالرونكس 2 بيعمل عظم جديد، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو ايه؟ مهم جدا جدا اللي هو ده ازاي بيشتغل؟ ده ازاي بيشتغل على انه يعني معقد شويه مش مهم. فهو المهم ان هو ايه؟ بيخلي الخلايا الجذعيه تكون خلايا عظميه اللي هي اوستيوبلاس تبني عظام. دي اهم حاجه. في حاجات تانية هو بيعملها اللي هو ايه؟ ميثايليتنج ايجنت. ميثايليتنج ايجنت يعني ايه؟ يحاول يشيل المواد السامة في الجسم اللي هو أهمهم الايه؟ مادة الهوموسيستين. الهوموسيستين دي مادة سامة بعد سن الأربعين بتزيد، دي شبيهة بالجلو الطفيون، بس ما هيش جلو الطفيون. جلو الطفيون ده اللي هو ايه؟ أكتر مادة أنتي أوكسيدنت في جسم الإنسان، فالهوموسيستين شبيه بيه. هذا الام اس ام عن طريق انه ميثايليتنج ايجنت بيرجعها لميثايونين، يعني يشيل الماده السامه ويرجعها ماده نشطه تاني وماده تشتغل. المهم في ناس بتقول ان هو مضاد للالتهابات، في ناس بتقول ان هو مصدر للكبريت، يعني في مزايا كتير في هذا العنصر، بس اهم حاجه فيه انه بيساعد في بناء العظام.
والحاجه الثانيه ان هو ايه ميثايليتنج ايجنت اللي هو قادر على تصليح الانسجه. بعد كده بنتكلم على اخر عنصر وهو اللايسين. اللايسين ده هو يعني لما نيجي نتكلم عليه هو فيتامين حمض اميني اسينشال. اسينشال يعني ايه؟ هو ما مش ما يقدرش جسم الانسان يصنعه. يعني احنا عندنا 9 احماض امينيه اسينشال و11 يعني كل الاحماض الامينيه حوالي 20، فتسعه منهم اسينشال و11 نون اسينشال. الاسينشال بتبقى في برانش تشين 3 اللي هو اللوسين وفالين وايزوليوسين، اثنين واحد في السلفر اللي هو الميثيونين، وثلاثه في الاروماتيك اللي هي ايه التريبتوفان والتريبتوفان وال الحمض الاميني اللي هو التريبتوفان والحمض الاميني الثاني اسمه نسيته دلوقتي، في حمض لا. فالمهم احنا عندنا اسينشال 9، اهم واحد فيهم هو اللايسين. بالنسبه لايه للكولاجين، بالنسبه للكولاجين اهم واحد فيهم هو اللايسين. اللايسين هو اللي بيعمل الكروس لينكينج للكولاجين، يعني هو اللي بيعمل الكروس لينكينج للكولاجين، يعني بيربط الكولاجين في بعضه فيبقى قوي. اللايسين ما يقدرش يخزن في جسم الانسان. اللايسين بيزود امتصاص الكالسيوم من الكلى فبيحسن العظم، يعني يحسن العظم. احنا قلنا الكالسيوم دلوقتي لا، ده بطريقه ثانيه ميكانيزم ثاني، فهو ده يحسن الامتصاص الكالسيوم اللي هو البيولوجيكال كالسيوم من الكلى ويرجع للعظم، فالعظم يبقى قوي. الحاجه اللي بعد كده ان هو بيصنع الكارنتين، وده مهم جدا لهضم الدهون في جسم الانسان، فهو ده سحر يعني. حاجه تانية بيزود حجم العضلات عن طريق حاجه اسمها ام تور. اخر حاجه ان هو انتي فايرال، يعني دي دراسات قالت ان اللايسين، الدراستين اللي موجودين دراسه في المانيا ودراسه تانية في امريكا بتقول ان اللايسين قادر على انه يتصدى للكورونا فيروس. يعني لو في، لان في دكاتره في دوله عربيه معينه، يعني دوله عربيه عباقره، يعني دكاتره عباقره قلنا لهم من زمان يعني اللي هو الهودا لايف قادر على انه يستخدم في علاج الكورونا فيروس او على الاقل ان هو يمنع مناعه. فقالوا منين ومنين؟ المنين على اللي ما يعرفوش اهو دي دراسه اهي، فالدكاتره العباقره بتوع الدول العربيه دول يشوفوا الدراسات دي ما موجوده اهي اللي هي دي بتقول ان كورونا فيروس اللايسين قادر يتصدى ليها. بس احنا مش اللايسين بس، احنا اللايسين وحاجات تانية. يعني في حاجه الام اس ام اللي هو الكبريت، الكبريت ده هو بيفيد في انه يعني ايه يملى يزود اول الانتي بوديز اللي هي الاجسام المضاده، لان الاجسام المضاده بتتبنى من الكبريت، وبيفيد الريسبتور اللي هو بيجي يركب عليه الفيروس. ففي دراستين هم حاططهم عشان الايه العباقره. بعد كده بنتكلم على ايه اللي هو الايه الكولاجين. الكولاجين ده هو هنتكلم عنه ان هو ايه، طبعا ان هو ثلاث شرايط كده، كل شريط طوله حوالي 300 نانو، والثلاث شرايط راكبين على بعض الفا فولدنج. يعني دي حاجه انا كتبتها في الريسيرش جيت، وكان اكتشفت فيها ان ايه اللايسين يعني جلاي اكس واي، جلاي اكس واي، جلاي اكس واي، جلاي اكس واي، جلاي اللي هو جلايسين، اكس اللي هو برولين او هيدروكسي برولين، الواي بيبقى لايسين او ارجينين، اقل من كده ارجينين، او نادر او انه يبقى ايه هيستيدين. يعني ممكن يركب هنا ثلاث احماض امينيه او اي حمض اميني، بس هو اشهر ثلاثه اشهرهم اللايسين. ده هو بيعمل ذاكره في البروتين، ودي احنا اللي اكتشفناها الحمد لله. يعني بيعمل ذاكره للبروتين هذا، يعني هذا بيخليه يلف كده ويرجع تاني، يلف كده ويرجع تاني. ده اللي احنا اكتشفناه في اللي عاوز يعرفه في البراءه دي او يشوفه في الريسيرش جيت، انا عملتها بالتفصيل حتى وصلت لايه الكولاجين بترتب ازاي الفولدنج بتاعه. فده شيء مهم جدا الحمد لله ايه اللي عاوز يعرفه. طيب دي اخر حاجه اللي عاوز يفهم، اللي عاوز يفهم ازاي الكرسي بتبنى. ده الكولاجين الطبيعي، وده كروس لينكينج اللي بيعمله اللايسين، اهو كروس لينكينج بيعمله اللايسين، وده الزيرو هول الحته دي اللي من الكولاجين، ودي الزيرو تشانل. سهله اهو، يعني كولاجين، كروس لينكينج، الزيرو هول، الزيرو تشانل، فده التركيب العظمه الافتراضي اللي احنا عملناه، وده التركيب يعني ده تركيب العظمه. فالكراسي
اللي بيركب عليها الكالسيوم ده هي الابيتيت شيبس. الابيتيت وجدت ان حجمها 5 في 20 في 50. النظريه دي انا جبتها منين؟ عشان دي خلاص مش اللي احنا قلناه، خلاص قلناه، بس ايه ده بالنسبه للي عاوز يفهم منين او عاوز يبقى فاهم ازاي. الشيبس ده اهو 20 5 في 20 في 50 نانو. افترضت ان ده ما ينفعش تركب كده، لازم تركب مايله. ليه؟ لان طولها 50 والزيرو هول 40، يعني المسطره ممكن تبقى مايله كده، لكن ما تنفعش تيجي كده لانها ايه اطول، فلازم يبقى بالميل كده، بالميل كده. فيؤدي الى ان الكالسيفيكيشن او الكالسيوم يترسب فين؟ في الزيرو هول اول، وبعدين يطلع على الزيرو تشانل. عشان يعرف احنا جبنا النظريه دي منين. يعني الكالسيوم الكراسي دي نظريه الكراسي اللي احنا جبناها، يعني الكراسي بتاعت الكالسيوم دي، عشان لو دكتور عاوز يفهم او كده او عالم او مخترع او اللي يكون الكالسيوم بيترسب هنا ليه؟ عشان الحته دي، ان الابيتيت شيبس طولها اكتر من طول مسافه الايه؟ الزيرو هول. فانا قلت يبقى ده لازم يبقى ايه؟ ما يبقاش كده، لازم يبقى ايه كده او كده او كده. فايه فحصل انه بالظبط عاملين كده، اللي عاملين كده الكالسيوم بيجي في الفراغات دي يملى الفراغات، فيحصل ان الكالسيوم يبني هنا اول، وبعدين يبني هنا هنا هنا، وبعدين يبني. وعشان نشوف نتصور ان الفوسفيت شيبس ده بتبقى كل شويه ماشيه بالايه بالورب كده، يعني تمشي لداخل داخل داخل عشان تبقى السيرك شانل كده. فاتمنى ان شاء الله في هذه الحلقه ان احنا ايه نكون وضحنا خطورة الكالسيوم إذا اتعطى، خطورة الكالسيوم إذا اتعطى لمريض هشاشة، في حالة إن العظم بتاعه مش سليم لازم تدي هذا الدواء أول، لازم تدي تصلح العظام أول، لازم تصلح العظام أول قبل ما تديه. فده نصيحة لك لو كان عندك حد من الوالدين لسه عايش وكبير في السن، أول ما تروح لدكتور عظام يقول لك عشان عظمه خد كالسيوم. لا، ياخد كالسيوم، احنا بندي كالسيوم بس نديه ازاي؟ اما يعني ده انا كاتب فيه ده نسبه بسيطه خالص من الكالسيوم، بس نديه ازاي؟ اما نصلح الكولاجين نخليه فانكشنال تاني، يعني نخليه فانكشنال تاني، ادي كالسيوم ومغنيسيوم وادي فيتامين كي 2، ادي الحاجات دي كلها هتصلح العظم. والعظم ده اهم حاجه، يعني ايه اهم عضو من اهم الاعضاء اللي هو ايه ما بيحصلوش مشكله الا بعد ما ايه يحصل لا قدر الله الكسر. ونتمنى السلامه للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.